فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ومع الأسف كثير من أبناء المسلمين اليوم يدعون إلى التشبه بالكفار والأخذ بما هم عليه حتى في الأشياء التافهة، ويتنقص المسلمين بحجة أن الكفار برزوا في الصناعات والمخترعات، ويظن أن هذا نتيجة لما هم عليه من الكفر والإلحاد، أنهم سبقوا وأن الدين حجزنا عن هذا الأمر كما يقولون. نحن نقول الدين ولله الحمد يأمرنا بعمل المصالح ودفع المضار والأخذ بما أباح الله عز وجل، وأن نسبق الكفار إلى هذه الأشياء لأن الله خلقها لنا في الأصل. قال الله جل وعلا: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله خلقها للمسلمين في الأصل، وإذا كان المسلمون قصروا والكفار جدوا في هذه الصناعات فليس هذا لأجل كفرهم، وإنما لأن كفرهم دين ذليل، ولكن لأجل جدهم في أمور الدنيا. ومن جد في شيء حصل عليه. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهم برزوا في الدنيا لكنهم ضيعوا الآخرة، والمسلم مأمور بأن يعمل لدنياه وآخرته، ولا يتنافى هذا مع هذا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمسلم يجمع بين المصلحتين، مصلحة الدين ومصلحة الدنيا، ويعمر دنياه وآخرته. أما الكافر فإنه أخذ بجانب وأهمل الجانب الآخر، أخذ بالدنيا وفرح بها وليس له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يعمل للآخرة، وإن عمل فإنه على غير هدي المرسلين وعلى غير هدي النبيين، فإنه ليس له في الآخرة من نصيب.